أهلا بكم إلى الموجز الرياضي مباشرة من سبور أول. البداية من المغرب، حيث رفضت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الشكاية التي تقدم بها المغرب التطواني ضد محمد المكعازي لاعب الرجاء الرياضية لعدم كفاية الأدلة التي قدمها مسؤول المحطة. وكشف مصدر جامعي مسؤول أن الأدلة التي قدمها المغرب التطواني في شكايته ضد محمد المكعازي لم تكن كافية لمعاقبة اللعبة، بعدما قرر مسؤول والماطة اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات عقب الانتقادات التي وجهها إليه محمد المكعزية خلال فترة الحجر الصحية في مباشر مع أحد المسيرين السابقين بالفريق. سعى فوز البنزرتي مدرب الوداد الرياضي إلى برمجة المباراة التي يستضيف فيها الفريق الأحمر منافسه كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي لحساب الجولة الأولى عن دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا إلى الملعب الأولمبي بمدينة المونستيرا. وقالت مصادر موثقة إن البنزرتي ربط اتصالاته بمسؤولي الملعب المذكورة محاولا نقل مباراة الوداد الرياضي أمام كايزر تشيفز لمدينة المونستير نظرا للعلاقات التي تربطه بمسؤولي هذا الأخير، خاصة أنه تكلف بمصارف إقامتهم بالمغرب خلال مواجهتهم لفريق الرجاء الرياضي. بلغت قيمة العقد المالي الجديد الذي قدمه المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضية إلى أنس زنيت حارس الفريق لتجديد عقده حوالي 300 مليون سنتيم. وقدمت إدارة الرجاء الرياضي عرضها الجديد لزنيت من أجل إقناعه بتجديد عقده مع الفريق لمواسم إضافية، خاصة في ظل إصرار وكيل اللاعب على إنهاء مسيرته مع الفريق، إذ يحاول إقناعه بالانتقال إلى نهضة بركان بداية من الموسم الرياضي المقبل. رفض مسؤول الوداد الرياضي الفاسي السماح لفريق المغرب الفاسي بإجراء حصتهم التدريبية صباح اليوم الثلاثاء بملعب وداد فاس. وأوضح مصدر قريب من الفريق أن المكتب المسير للماس لم يحصل على ترخيص لإجراء الحصة التدريبية في ملعب الوافة في الوقت الذي اعتقد فيه الطاقم التقني واللاعبون أن الفريق لديه رخصة للتدرب بالملعب المذكور. ختاماً، توصل فريق الرجاء الرياضي إلى اتفاق رسمي مع اللاعب محمد سبو لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة من أجل تجديد عقده وضمان استمراره بالفريق. ورفض المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي السماح لسبول بالانتقال إلى فريق شباب المحمدية بعدما قدم له مسؤولو هذا الأخير عرضا جديدا للتعاقد معها، غير أن مسؤولي الرجاء أقنعه بتجديد عقده مع الفريق. نهاية الموجز، في أمان الله.